مالين معلومة كم بذوات كبحي دونتانو ميل بيت قاري دونتانو هدا دو وح كل اللي وايو دولة دان مضحكا هيبا يمن دونتو وحينا ميل سارتا هدي لها هيلا عانيقا وحن ما انتلاي هاي هدي قد دا سعيد لحولين ايو انو ريسة هالي يبها عمر تونا كقهاري ما ايه سعيد وان لحولين ايه شام بقولو دول بان بلان قاضي انا انو قد دارو حولين تا ما انو رينا كمول هالكي حالا سي كرسي وانو بندقي وحن يسا العمرو إيش صار؟ سلاس ورتين كوكيبي. هرت واحد من هنا نقول دي الديمقراطية ترى عقل نبى ده بيلون ثي. بيش بيجديد هو انقفت ما يمانته. وحنا نقول حكت بيش بها علي. رئيس هلبة هي سدحانة. واسكو ما تسن ترى تمر أدي باشي ديمقراطية. إسكورة تلا. نقدم الأروى بديه ونقود عيني بديه مناسبتنا وكرد عدي ديگان كجلو ليا وقوي كقبل كجبل ليا وحلقوا على مسار عقل سعيد إبراهيم وحرسي سعيد كعن وبعض الدقن ككمة ليا أرداء سهل عمر وكم إذا بيلاه ديگا قبل كجبل لي عن كوا وحصوصار كبيرها يفل الشدة خيرات كدبيعها مناسبتنا على مسار كوا حق السوق يبقى لشيء فعقل له عقال سلاطين وحجرت حلبان عبد الرحمن وربكر إجس وسير شعيب محمد موسى هي مرت شرف كلواد وترى بدن عقل سعيد إبراهيم حرسي أياس رسمي وكم من دقن يا بعض الدقن كقبل كجبل لي وانا شخص محترم وهيبدو له قامينتا يأهرمها دقنكا تاسو كنتين لسو دور بدو دمان عقاشي سلادين تي مسولين تي على مساركا كحادري ايا بيش سهل عمر كو بوغادي اني ابارين امو باي سوحوشين عاقل سعيد قان واي كتل مامين شخصي قريقانا هول كرا ورير سهل عمر يا امد كلبا وهر سيديا عدالة يا سنان وان كو امان يا عاقل كهوري وهول بدن سوق بتن ريركا هول وين لو سوق بتن إن بدل نوصل شقيه ما أنت مركو دالينا سي شرف يا ما موصل ده في غرب أسكول دشيا حلكة سي شرف يا ما موصل وجو ورجينا يينا كوادر كوي هاي آدي آد بنوصل وين سعيد إبراهيم حرسي أوه لك اللي جو ورجينا يا عاقل كل جو ورجينا يا أه حول شاع سيدي وقبل لها وحنا الله هاي إلى هاي هاو فضوبي يوم أنا أول دبياريو، تد كنا هوية أبي له هواك ديكو، وحدا يا تمام تدك هلا قوي رجليو، ولا صوت أبي، عروي ربولي هوا تمام تنين محاكل عروس هاي كرتين معها، شقدي أولها، وحي ولا صوت قبضة وحي هيرو شقبة لقولي، وصوا حلا هيركا، إن علش شقيان، عقله قاركون، دول المال جليا يوم مشار بهيرو قرانو ولا سفيريا، لكن سينا عقله ينني، سيد بدرنا waxa weeyaan iyaga soo dhaweeytoodu marka dambe waacay iyayna hebel waxa ay u sameeyo halkan waxaan ku caleeyay masaarayna Saciid Ibraahin aw Hirsi uu ku wareejay adeerkii waa aabihii oo kale dabadeed hawshii aw aaqli saaqur mahay aw hayay waqtiga kii uu waqti da'a noqday oo deedaalay inuu ku wareejiyo isagoo sharaf iyo maamuus leh inuu ilmihiisa ku wareejiyo ayuu gartay inaan qiimo iyo qaayo badan weeye waa inaan diin leh waa inaan sharaf leh waa inaan dadnimo leh waa inaan haddii ahlo ibaad cibaadaha waa maanta lugtaa lagaa soo xidhay Saciidow reerka lugta ka soo xidhay waxaan leeyahay inaad xilka inanka aad caleemo saarteen tiisii lugtaad ka soo xidheene aad meel saartaan waxay example fiican ama tusaale fiican u yihiin in caaqilnimada la isku wareejiyo oo qofka hawl gaba wareejiyo waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa isaab inuu garto adeerkay inuu garto soo wada shaqeynay in badan inuu garto inuu ku wareejiyo inuu firfircoon
أديرو يهي نوصا حولي سعيد قعنا وحن لا يهي سعيد وكسو دوو عاقل لماذا هاوشا بلالان إرداد كبدار تاو يهشا إيه هرادا إحران لو يهشا كسو دوو أدي إرادو كسو دكتنا دواد ساقايساي شاقادا كنتي كفر أحسنو غلساق أو قاشا قبل كجميلي أو قاشا يقود دعا وينا دعا أندريم يانا أنو ماان تهوشي وهايي هل كامركو سو قارسيي استا سعيدو يري هوشا سيوان وحاو دعاينينا صاحب كي آخر سعيد وحاولانا سعيد لا هوشا كوفضي ديو ومسوريد كوسو كورداي سيقولتي يا عقل كي هراء حلك ورجي يديتيل كعصب بارم بناينا يا هوش مدد إربان زوا يو وصو شقينا يا بيش يا قرن كبا أضاي وبيش نو شقينا يا بلشة جودة قبل كنا وشقينا يا قرن كنا وشقيا أضاي وينو مسؤول ويا رجو دولة بدل لا سو شقيا أيوة ها آدي أدب مهتسين يا هاي دوينا عقل كعصب سعيد إبراهيم عزي آدي أدب كوسو دوينا سعيد وأنا كل تولى أقلنتها سعيد وان نين مجاهدو سي فيكي سوادو سر رأيو طالك حالكن بدنو صور قلي قف نمدي سو سر رأيسو آدي آدو قيمة له دورتا سعيد كل يوحو هانلي وين أوبر كهربان كوفر فرعون حافظ اللحدي ذا يبرشد قبل كقبلي قودهان تدبا عقل إساغنا إن بدن أيو سو شقيي والوك دالي برسا وحا أوغرت مهيمدو إن أي تهي إن آنو أوروبا هاشد لعدو يحلقا لغي ويري حالا صوت دورتا او سهل عمر حيسكا صوت دورتا حولين تل حولين ايو شان تبقو شان تيدا ايابا هرتا قدري هل كان نوحا نادي ازوكو هم بلين او نوكو مهندق ايا او ديگا وين اي محان ادا اي عاقل ساق او حرسي ادي ادا ايادا دي روما سانتا اي مادام او ادقارتاي مر ادا نوو نقطين اد هاو شيسكو وريشسو الحمد لله مانتا سعيد او اينكي سيا ايوكو وريشن ايا ان شاء الله سعيد او ديگا نا انقو دي دانيارا aya ka soo horeyna kula shaqeynayna hawlaha de wixii maxaa raday garabkaaga taagan saciid ibraahin ibraahin aw xirsi ma aha aaqil reesaha umara waxa weeyaan aaqil gobolka gabiley waa aaqil baha umar weeyay garab jooga iyaga kugu garab taagan waxa tahay uu عاقل سو كرني هاوشي سي حلكي سي لبقدان آيا هالكي عاقل ساقو كبها ينباد كسي بلابيسا سيدادو مغولاد دي دانا لغو سو دورتاي ساسانو كويمي سعيد ماها لنورت عاقلو نقونا يكلية ريسال عمر نماو حو نقونا يبها عمر قبي يدبا عاقل ايو يهي وغاش بها عمر نمكال سوعنا لما انتود عاقل بي بها عمر قبي يدبو يهين ووايا نين حد ليه ويميلو حالي سنتها مجرتو چيلي بدو ميكك لأي مادان أنا وادانو waxa umarta gabilena hay waxa aqalno oo aqalka yagaynu cala masarana maanta ee waa saciid ibraahim xasi qolada arabsi joogta aqalno ma kadib marka maanta wuxuu ku soo biiray baahdi dhaqanka ee gobolka gabile dhamaantii sidii loo xoolin lahaa hawshiisana loo gali lahaa diyaarna macaqul degan ahaan aanu nahay maamulka diyaar baan u nahay inaannu gacan qabanno anoofka ku hadaya maayarka iyo cidii naga maqan golaha deegaankaba inaanu xoolaynta wax laga qabanayo inaanu qayb ka qaadano anagu xoolaynta barkayaga bixino anagu ku hadlayna dawladdu hoose diyaar baan u nahay oo runtii in badan aanu hawlo fara badan oo nabadgelyo ka soo wada shaqeynay oo oday weyn ah oo odayaashii hore waawnaa dalka ka jooga runtii muddo dheer uu soo halgamay soo shaqeynayay waxa leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro gudidi soo xushay ee qiimeynta gashay ee iyaguna inta soo xulayeen iyagana waxaan leeyahay positionka waxaad u soo xusheen inuu qalma oo ummada hagi kara oo qiimo leh iyagana aad iyo aad baan mahad ugu celinayaa ugu dambeyn waxaan hambalyeynayaa oo u ducaynayaa saciid ibraahim xirsi warmahaye oo runtii xafladan qiimaha la saakuuna ka war helay haddaan ogaan lahaa inuu saciid arrinkiisa maanta xafladan la qabanayo hore u ogaan lahaa wadamada jaarkan ka casuumi lahaa dad xafladda ka soo qayb gala aadi aad baan saciid ugu mahadcelinaya saciid ibraahim xirsi niniyad wanaagsan oo qalbi fiican oo dadku u siman yahay oo ilaahay aan uga rajaynayo oo calaaniyatim tursaquun buu ilaahay dhehe niyadiisii wanaagsanayd inuu ilaahay xilkaa ku asturo wax walba u wanaajiyo oo riyadaa u rumeeyaan ilaahay uu bareeyaa
aniga waxaan maanta leeyahay hadii gudida سعيد la xoolaynayo anigu reesa hal iyo baa Cumar toona kaga hadhimaaye Saciid waan la xoolaynayaa 500 dollar baan balan qaadaya inaan ugu daro xoolaynta waxaan idin farayaa halka idinkoon ka tagin in gudi la saaro ninka lagu xooleeyo si uu hawlihiisa iyo hawlaha tolkaba uga shaqeyn karo sidoo kale aqalkii hore istaaq xirsi warmahay oo ah aqalka wareejiyay xilka ayaa u duciyay aqalka cusub ee maanta bedelay anigu aqal saaq ah ina ka ku wareejiyay adeer adeer walaalkay dhalay maan runina ka walaalkay halasay kursi waan bandhigay ya waan bandhigay waxaan reesal umaro isoo saara sidaas hortayna ku kuyibid ee inaan dhaxaltooyaan ku wareejinayo maaha waxa weeye inanka waan u ducaynayaa hadal badan meeshay ma yaallo waan u ducaynayaa gudidii arrinkaa gashay soo saartay isagana waan hambalyeynayaa ugu dambeyntii caaqilka cusub ee maanta caanaha lagu shubay caaqil Saciid Ibraahim Xirsi ayaa sheegay inuu ummadda isku wadi doono isagoo bulshada ka codsaday inay Ilaahay uga baryaan inuu xilkaasi u fududeeyo maanta oo bishu tahay 2018 waxaan ku wareejinayaa halkan inankayga Saciid aw Xirsi warbahay anigoo ah Isaaq Xirsi warbahay marka hore waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala Ilaahay inuu kulmiyay madashani qiimaha iyo qaamaha abale marlabaadka waxaan u mahadcelinayaa beeshi ii soo xulatay xilka ballaaran iguna aamintay ii garatay igu dooratay iyadana si gaar ah ayaan ugu mahadcelinayaa dhammaan dhalinyarada haweenka bulshooyinka gobolka Gabeley Luqaasha salaadinta madashan dhammaantood isku yimidna waxaan leeyahay jasaakallaa khayr waan idin mahadcelinayaa oo salaam wa Jacfar Awul Hereri telefishinka Sahan deegaanka Galooley ee gobolka Gabeley.